من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لأسيط من كتك من بروفيت متوتي الأولى تهمان بالله لابد أن نجتمع الأمة الإسلامية تجتمع ولا تفترق مين بدأ تورة تم أمة أهتين أي كبستان إر الله نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم ما تولم أهتين كتن من البروفيت متكي سين صحابة كنصة لا نفترق أما إرتو توجستم لابد نجتمع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى. مينن أن طلعت مينن أن طلعت وأهتين بالو ميسان يكون الله يسوع الله اللي سبحانه وتعالى. نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام. سورة ما أهت بروفيتا. شريعة واحدة. أهت شري أهت لقيا. قبلة واحدة. أكسك قبلة صونتا. أمة واحدة. أكسك كنصة. نجتمع في كل يوم 5 مرات للصلوات المفروضة الخمس. طلما أهتين بيسكرتا بايفن أي كان بيته بقول سيركوكس. نجتمع كل أسبوع في يوم الجمعة. طولما يهتن يقع بريانتاي ركوز نجتمع في العيدين في عيد الفطر في عيد الأضحى طولما قهتن عيدين ميس يهتن عيد الفطر وعيد الأضحى نجتمع في الحج طولما يهتن حج حجسة نتواضع لا نتكبر طولما يهتن طولما نوري أمك أولي ميل استلام أحب الخير لإخواني من أهل الهبوت من الولي لما أدعو الكفار للدخول في الإسلام من أبورا أي مسلمة إسلامين لابد أن أنصح للخلق منهم بتنوى الله سبحانه وتعالى مكسيا أكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن الله كتب من البروفيت تم أقوله